مضي مضي. السلام عليكم، كيف شفتوا الناس كلهم تيوجدوا الغدا ان شاء الله، وبهذه المناسبه بغي نقول لكم عيد مبارك سعيد. كاينين بزاف الناس اللي ما يقدروش يعيدوا في ديورهم مع عائلتهم، وهما عمال النظافه ولا يكونوا غدا ان شاء الله جالسين تيجمعوا المواطنين كلهم مغاربه ان شاء الله اللي يذبحوا غدا. عافاكم، اول حاجه حاولوا ما تذبحوا الحولي الا كنتوا تذبحوا في الزنقه، خليوا بلاصتكم نقيه. دايوغ غنمشيو نحاولوا نتلاقاو مع شي واحد دابا هنا في الزنقه. انا فيني هنا نمشيو نقلبوا. خويا نصيحه وحده للناس غدا اللي يعيدوا باش يتعاونوا معاكم باش يخليوا البلاصه نقيه، نصيحه. واش غنقول لك اخويا؟ تعاونوا معنا الاستطاعه ديالنا. اش يقدروا يديروا؟ يلوحوا السبل في الارض. اها. يخرجوا السبل في الوقت. اها. وراه حنا راه مكلفين على الوسط. والبلاصه والطاقه. داكشي تحيدوا. الله يعاونك اخويا. بارك عواشر. الله يحفظك. فين؟ مبارك العيد، مبارك عواشركم. فين؟ اجي قولوا لي واش في نظركم كي تقدروا ديروا شي حاجه باش تخليوا القضيه نقيه؟ ضروري. شنو هي؟ النظافه. غنجيبوا الميكا، دي الزبل. نجمعوا بهم داكشي الحوايج اللي غادي يتلاحوا. نجمعوهم. نقوم نساليوا البلاصه اللي كنا فيها. شيت ثاني كرواج. ويدادي. الله يحفظكم الدراري، بارك عواشركم. الله يعاونك. هضرنا على الحواله، هضرنا على الزبل، وحاجه اخرى اللي نهضروا عليها هو الفاخر. غدا ان شاء الله كاينين بزاف الناس اللي يستعملوا الفاخر، وبعض المرات اللي تيوقع هو تيلوحوه في الطوارو وتيتحرق. النصيحه اخويا اللي تقدر تعطي الناس اللي يشريو من عندك الفاخر؟ لكن النصيحه اللي كنقول لهم ما يلوحوش الفاخر. انا كنبيع لهم الفاخر ديال الليمون. ديال الليمون اللي كيشد العافيه، ما كيطرق، ما كيطيح الدخان. يخوي لي شويه ديال الماء يطفيه، وديك الساعه يلوحوا بالماء. الله يحفظك اخويا. العفو اخويا. مبروك هذا الشهر. نطلب الله تعالى يحيد عنا هذا الوباء ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد للجميع. لكن هو مسلم اللي اللي معيد واللي ما معيش الله يحل عليه شي باب. الله يعاونك اخويا. ها ما الطوار خويا. السلام عليكم. السلام. ممكن فيلميك؟ مرحبا. واحد السؤال ديالك. وانت كمواطن ان شاء الله غدا تعيد؟ غنعيد ضروري، مغربي. ايوا قول لي كيف تقدر دير باش تعيد وتخلي بلاصتك نقيه، باش نفكروا في عمال النظافه اللي يجيو ينظفوا. دابا انت تتخرج الزبل هو هنا. غادي نخلي بلاصتي، غنجمع النفايات ديالي في شي صاشيه كحله ما تبانش. نحاول داك المصاران وداك الشيء ما نلوحوش باش ما يتجمعش ليا في الزبل، ويخلي ليا الدبان ويخلي ليا داك الشيء. نادم اللي كان غادي يشوط الراس، وهادي حاول نظف النسالي، نظف بلاصتي، نخلي بلاصتي نقيه حسب نظافه العمال. ما نكرفسوهمش، هما مساكن. وتعاونوا معاهم حتى حنايا، راه كاع مواطنين وكاع مغاربه. الله يحفظك، بارك الله فيك خويا، ما كاينش مشكل. الله يودي. مبروك هذا العيد اخويا. علينا وعليك. الله يعاونك.